الو، انت ما اتصلتش عليا الصبح ليه؟ انت مش متعود ان انت تتصل عليا كل يوم؟ ايه ده؟ خلاص اقفل اقفل. ايه النكد ده؟ هي الستات فعلا نكديه ولا الشباب بتبالغ؟ تعالوا نشوف راي الشباب، احنا النكديين. قولي اتفه الاسباب اللي البنات بتزعل منها. ممكن مثلا ما رنيتش عليها تزعل، ما سلمتش عليها اول ما دخلت تزعل. الاسباب اللي البنات بتزعل منها. اتفه الاسباب. هات لي شوكولاته. اجيب لي شوكولاته ليه؟ ما تكلمنيش ليه بالليل؟ احمد انا زعلانه منك موت، ما كلمتنيش امبارح ليه؟ ما اعرفش انا السؤال ده. شايف ان البنات كلها كده؟ على ما اعتقد لا. طب شايف ان ده نكد من البنات؟ هو في حاجات كتير بينكدوا بصراحه. ايه؟ ما هي كتر الاسئله. زي مثلا اقول لك، انا مثلا خطيبتي مطلعه عيني برضه. وبعدين انا مستعده لغايه وقت متحدد ومعلوم. كل سنه تقول لي السنه الجايه السنه الجايه، وتيجي السنه الجايه اقل من اللي قبلها، وحتى بتتقل اكتر من اللي فاتت. انت شايفه ان احنا نكديين فعلا؟ ليه وما يكونوش هم كمان نكديين زينا؟ كل واحد بينكد بطريقته، هو على حاجات معينة بيعلق وهي بتعلق على حاجات معينة. نعم يا اختي. لفت نظري ان ستايل واحدة معدية حلو فببص عليه، فهي بتغير من ده. صحيح حلوة وقمر وتحفة، بس ما ينفعش تعاكس كده، لازم تعاكس بشكل حضاري. حضاري ازاي يعني؟ علاج النكد ده ايه بقى؟ خطوبة. علاج النكد ده يعني عند اي صيدلية والله، يعني ينزلوا كده يشوفوا علاج للنكد. يعني اصل ما فيش ولا واحده خالص مهما ان انت اتكلمتي معاها، اللي في نفسها في نفسها دايما، والله العظيم اللي في نفسها دايما في نفسها، يعني هم دايما نكديين. نوفر لهم كل حاجه هم عايزينها وكده، واهم حاجه يعني هي اكتر حاجه في الستات الغيره. هو بصي، هو انا بعالج بالشوكولاته معروفه من زمان، يعني دي طريقه علاج منتشر. ملهمش حل، تابعوهم. الست المصريه ولا الستات عامه؟ لا الست المصريه، ما عاشرتش حد من بره بصراحه. حاسس النكديه تعالج النكد، لازم بقى دي تقع مع واحد فرفوش، عشان لو وقعت مع واحد نكدي يعني هتبقى ليله سودا. كيس في التفاصيل الصغيره دي تبقى حاجه مهمه جدا. يقعدوا مع بعض مثلا هنعمل كذا، وكل واحد يعمل حاجه، ويبقى في توفيق بالاثنين. يعني عادي، هو في كده وفي كده. لا ماليش علاقه بالبنات، ما احبش اصاحب بنات. ده مش حل نهائي، احنا لازم ندور على حل نهائي. طب انت اقترح حد. والله احنا نقضي على اللي موجود، فاهمه، ونطلع بقى جيل جديد مش نكد عادي. نبدا على نضيف. شوف سبب بتزعل منه البنات.